جد رائع جدا وقلوبين برسا، لأن الفريق الكتالوني دائما كانت البنية على البحث عن مدافع، واعتقد أن هذا اللاعب عساهم وموت سلواهم من الممكن أن يكون في مواد مذكرة أو في الأمام من إصابة ديول وإيقاف وضع تحت وجوهات مدرية في بعض الأحيان عدم وجود لاعب جديد مدافع كرة في الأمام عن طريق التقدم عن طريق سجلية هدف كرة مرعوبة ولعب للتقدم للأمام، لأنه بمجرد أن نقلوا خط لا متواصلة